السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك. نعم أيوة يا شيخ، عايز أسأل بس سؤالين. تفضلي. زوجي يعني في 3 طلقات، فعايز أسألك أنا اللي وقعت وأنا اللي موقعتش. أول واحدة كان قال لي يعني لو حبيتي عند أختك تبقي طالق، وتاني واحدة كنت حائض، وتالت واحدة قال صراحة أنت طالق. فدلوقتي هو بيقولي يعني أنا محرمة، فأنا عايزة أعرف دلوقتي هو حقوقي إيه. بس هو ما جابليش في الأساس أوضة نوم يعني من الأول، عايز عفوا أعرف حقوقي عنده إيه. عفوا، التطليقة الثانية محسوبة عند الجماهير، والتطليقة الثالثة محسوبة كذلك، والنزاع قائم في الأولى. لو ذهبت إلى أختك تكون طالق، فأختار الرأي القائل بعدم وقوعها، وأنه يكفر كفارة يمين عنها، ويبقى له عليك تطليقة. إذا طلقك قال أنت طالق، حرمت عليه ولم تحلي له من بعد حتى تنكحي زوجا غيره بنية الاستمرار في المعيشة، والله أعلم. طب يا شيخ عاوز اسال على لو ما يعني حقوقي تبقى ايه؟ او ما جابليش اوضه نوم في الاساس. الآن لا، أنت عرفت أن له رجعة أو لا؟ لا ملوش رقم. بقول لك له رجعة الآن. ما انا فاهمه بس هو مش عاوز. هو لا يريد. أي إذا انقضت لك ما يلي: لك مؤخر الصداق، شبكتك لك، قائمة عفشك لك، ما انا معناش عامله قايمه للاسف. هذا يخصك. ثالثا لك متعة، لقوله تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، مبلغ مقطوع تأخذيه، ولك أن تبقي في بيت الزوجية مدة العدة، إن كنت ممن يحضن فثلاثة قروء، وإن كنت لا تحيضي فثلاثة أشهر، وإن كان لك أولاد فلك حضانة الأولاد مع النفقة عليك عليهم أثناء الحضانة، والله أعلم. اسال على حاجه بس، يعني ايه هو كان عمل تشهير يعني شهر يعني قصف وسد في العماره اللي انا كنت ساكنه فيها، فانا دلوقتي همشي، انا ليه كده حق السكن عنده؟ إذا كنت أنت لست مختلعة، لك حق السكن مدة العدة. نعم، إلا إذا كان على الإبراء. ايوه نعم، ماشي شكرا. ولو عندك أولاد كما أسلفت عندي لك، بنت. نعم عندي بنت. لك البنت ونفقة البنت. نعم.